السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الأستاذ بسام عبود من ثانوية عبد الله الأحمد الصباح. أهلا بكم أبنائي الطلاب معنا في برنامج جاهز. سنعرض عليكم اليوم الاختبار التفصيلي لصف 11 في مادة اللغة الفرنسية. سنعرض عليكم الآن نموذج الاختبار الصف 11 في اللغة الفرنسية، فيه شرح تفصيلي كامل لما يرد في الامتحان. السؤال الأول: première question compréhension 12 points، عليه 12 درجة، ويتألف من ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى تيتر أي عنوان، الجزئية الثانية vrai ou faux صح أو خطأ، الجزئية الثالثة répondez aux questions أجب على الأسئلة. فلنبدأ بالسؤال الأول أو الجزئية الأولى من السؤال الأول. Trouvez le titre du document. هذا السؤال مطلوب مني أن أعرف معاني الكلمات والتي هي عناوين للنصوص التي معنا. العنوان الأول langue وتعني لغات، logement وتعني السكن، aéroport وتعني في المطار، أما كلمة météo فتعني الطقس. بعد معرفة الكلمات الآن أستطيع ربط الكلمة بالنص. النص الأول: à midi il fait beau. Il n'y a pas de pluie. عندما أقول كلمة il fait beau، il fait beau يعني أتكلم عن طقس، الجو جميل. إذا نربطها مع النص أو العنوان رقم 4. النص الثاني: document B. Ali habite un appartement dans un immeuble moderne. عندما أقول علي habite un appartement يعني علي يسكن في شقة. إذا نحن نتكلم عن العنوان الثاني لوجمون. دوكيومون سي ما سور ايم لا لانغ فرونسيز. عندما أقول ما سور ايم لا لانغ فرونسيز أعني بها أختي تحب اللغة الفرنسية، وهنا نتكلم عن العنوان رقم 1 لانغ اللغات. أما النص الأخير دوكيومون دي سو سوار مون بير فا فواياجي ا كان il doit prendre l'avion de 8 heures. عندما أقول il doit prendre l'avion أعني السفر، يجب عليه أن يستقل الطائرة، وهنا نقصد بها العنوان رقم 3 على الأيروبورت. ننتقل إلى الجزئية الثانية من السؤال الأول. lisez le document suivant. أقرأ النص، وهنا المطلوب مني فهم النص وأن أكون على معرفة كاملة بما يحتويه النص من مفردات تدل على معنى النص بشكل صحيح. هذا النص مرتبط بسؤال ماركي فري أو فو، ضع صح أو خطأ بما يتناسب مع فهمي للنص. أقوم بقراءة الجمل التالية وهي 4 جمل، كل جملة تدل على معنى موجود بالنص، وبعد قراءة النص وفهمه أقرأ الجمل ثم أجيب بخطأ أو صح. الجزئية الثالثة من النص أو الجزئية الثالثة من السؤال الأول أيضا نص، يجب قراءة النص بهدوء وفهم النص بشكل جيد. هذا النص عليه 4 أسئلة. répondez aux questions suivantes. هذه الأسئلة حتى أستطيع فهمها وربطها مع النص، علينا فهم أدوات الاستفهام بشكل صحيح. دراسة أدوات الاستفهام شيء مهم جدا للإجابة على هذا السؤال. معرفة أداة الاستفهام أساسية للإجابة على هذا السؤال. ننتقل إلى السؤال الثاني. deuxième question vocabulaire 10 points 10 درجات على هذا السؤال. الشيء المهم في هذا السؤال هو معرفة الفوكابولير الكلمات، يجب علينا أن نستخدم الكلمات بشكل صحيح. الجزئية الأولى مو أنسوليت الكلمة المختلفة، أما الجزئية الثانية سانس أو أوبوزي يعني إما المرادف أو العكس، الجزئية الثالثة ترو مو أي إكمال الفراغات من خلال كلمات معانا سوف نراها تبعا. الجزئية الأولى في السؤال الثاني trouver le mot insolite اوجد الكلمة المختلفة، مثال voyage avion pêche passeport الكلمة المختلفة تعني pêche الصيد. السؤال الثاني لدينا 4 كلمات visa villa studio immeuble الكلمة المختلفة هي visa. اما السؤال الثالث valise violon argent billet الكلمة المختلفة هي violon. والسؤال الرابع أيضا روز نوار تاب فير.
حتى أستطيع حل هذا السؤال علينا أن نتعلم ونعرف معاني الكلمات بشكل صحيح. الجزئية الثانية من السؤال الثاني: trouver l'opposé du mot souligner أو trouver le sens du mot، إما أوجد العكس أو المعنى. في هذا السؤال هنا trouver l'opposé أوجد العكس. La mer est calme، العكس هو agité. L'arrivée à midi est à midi، العكس هو le départ. Elle déteste le foot، العكس هو aime. Il fait chaud، العكس هو froid. أيضا علينا معرفة عكس المعنى بشكل دقيق وصحيح. الجزئية ننتقل إلى السؤال الثالث، troisième question، ويتكلم عن جرامير، قواعد، وعليه 14 درجة، مقسوم إلى أربع جزئيات. السؤال الأول un ordre، ترتيب. السؤال الثاني choisissez، اختار. السؤال الثالث transformer، حول من مذكر إلى مؤنث أو إلى الجمع أو أدوات النفي استخدامها بشكل صحيح. السؤال الرابع conjuguer، تصريف الأفعال. أول أخير relier، أي وصل بين الفاعل والفعل بشكل صحيح. نأخذ مثال على كل سؤال. السؤال الأول choisissez la forme convenable، اختر الإجابة الصحيحة بما يتناسب مع الكلمات. المطلوب مني هنا معرفة ما هي الخيارات الموجودة معي. عندما أنظر إلى الخيارات بشكل صحيح تساعدنا أكثر. mon، ما، مي، سي، إذا مطلوب مني أدوات أو أدوات أو صفات الملكية. mon، ما، مي، يجب علينا وضع الإجابة الصحيحة. نختار هنا mon. أريد أن أذكر أبنائي الطلاب كلمة école كلمة مؤنثة، من المفروض أن نستخدم معها ما، لكن بدأت بحرف صوتي école، استخدمنا المذكر والذي هو مو. السؤال الثاني عندي مجموعة أدوات استفهام، يجب أن أضع الأداة الصحيحة بناء على الجواب. السؤال الجواب جورونتر أ 14، يتكلم عن الوقت. السؤال عن الساعة والوقت أ كيلور. أما السؤال الثالث لدينا مجموعة من أحرف الجر التي يجب أن استخدمها بشكل صحيح. سلمى فا سونامي، كلمة سونامي تعني صديقي أو صديقها، إذا مع الأشخاص أستخدم حرف الجر شي. بالسؤال الأخير أيضا مجموعة من أحرف الجر، يجب أن أختار الشكل الصحيح. لدينا كلمة إيتازوني وتعني الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بالجمع، نستخدم مع الجمع هذا الشكل. مثال آخر على السؤال الثالث transformer les phrases au féminin، حول الجمل من المذكر إلى المؤنث. مثال le bâtiment est grand، le المعلمة بالشكل الغامق يجب علينا تحويلها إلى المؤنث. le مقابلها la، grand نضيف إلى آخرها e تصبح grande، la chambre est grande. مثال آخر directeur بالمذكر وتعني مدير، المؤنث منها directrice. أمريكان لتحويلها إلى مؤنث نضع حرف أو أ في على فان دي مو في آخر الكلمة. مون فوازان أوماني نضيف إليها أ أومانيز. سويس تنتهي أ، لا نغير بها أي شيء وتبقى كما هي. سويس تبقى كما هي، أي كلمة تنتهي أ لا نغير بها شيء عندما تحول إلى المؤنث. روج تنتهي أ لم تتغير أبدا. فير نضيف إلى آخرها أ فتصبح فيرت. سؤال تصريف الأفعال conjuguer le verbe entre parenthèses au présent، مطلوب مني تحديد زمن le présent، زمن الحاضر الذي تعلمناه في الفصل الأول. مثال vous faites la prière à la mosquée، الفعل المطلوب بين قوسين يجب وضعه بالشكل الصحيح بالزمن الصحيح مع الفاعل الصحيح. لا فامي مانجي تصبح على الشكل التالي لا فامي مانج او سالون. نو ابيتي ابيت تصبح على الشكل التالي ابيتون ا فحاحيل. بتصريف الافعال
يجب علينا مراجعة جداول تصريف الأفعال في الكتاب. السؤال الآخر كاتريم كيستيون. وصلنا للسؤال الرابع في الاختبار إكسبريسيون إكريت وعليه 20 درجة مقسوم إلى 5 جزئيات: أكت دو بارول أي الوظائف اللغوية التي تعلمناها، ريبوندي أو كورييل الإجابة على إيميل، كومبليتي لو ديالوغ أو كومبليتي لو تشات أكمل حوار أو نص، فيت اون ليست علينا حفظ كلمات لوضعها على شكل قائمة ليست، اكريفي ان بوتي باراغراف كتابة مقطع بناء على معلومات مطلوبة في السؤال. نشاهد معا اكريفي لاكت دو بارول كونفونابل. وهنا مطلوب مني وضع وظيفة لغوية صحيحة تتناسب مع السؤال. السؤال الأول ليليف دي سا ناسيوناليتي والمقصود هنا الطالب يعبر عن جنسيته، يجاوب عن جنسيته ويكون الجواب على الشكل التالي: Je suis كويتيان. السؤال الثاني Tu dis au secrétaire ta profession. أنت تجيب عن مهنتك للسكرتير على الشكل التالي: Je suis policier. نلاحظ أبنائي الطلاب استخدمنا je suis تستخدم دائما verb être وهي تصريف لverb être يستخدم مع المهنة والجنسية. Ton cousin demande le nombre des chambres. أحد من أقربائك ابن عمك أو خالك demande le nombre des chambres يسأل عن عدد الغرف والإجابة على هذا السؤال يجب على الشكل التالي: Combien de chambres y a-t-il؟ إذن السؤال مطلوب مني أن أسأل، كلمة demande مطلوب مني أن أكتب سؤال: Combien de chambres y a-t-il؟ كم غرفة يوجد في المنزل أو أي شيء. ناديا سيتوي سا ميزون رقم 4. ناديا سيتوي سا ميزون مطلوب مني هنا ناديا تقوم أو تحدد مكان منزلها، تحديد المكان على الشكل التالي: إلي بري دو ليسي. يجب أن أضع مكان بشكل صحيح وأستخدم أدوات لتحديد المكان. أما السؤال التالي وهو الإجابة على إيميل يجب علي أن أقرأ بشكل صحيح السؤال: فيليب انفيت سون امي هاشم شي لوي انيس. هاشم لوي اكري ان ميساج بور سانفورمي دو سا فيزيت. فيليب ريبون اكريفي سون ميساج. اذا فيليب يجاوب على ايميل مبعوث له من صديقه. السؤال الاول في الايميل بعد كتابه التاريخ: عزيزي فيليب سالو تحيه القاء التحيه، كومون فاتو؟ الجواب سافا بيان ميرسي. السؤال الاول كيل لوجمون تي ابيت، كيل لوجمون تي ابيت اين تسكن او ما هو السكن الذي تعيش فيه؟ يكون الجواب على الشكل التالي: جابيت دانز اون ميزون. جابيت دانز اون ميزون انا اسكن في منزل. كومبيان دو بيس ياتي اليا، كومبيان دو بيس اليا، كم غرفه يوجد في المنزل الذي تسكن به؟ الجواب على الشكل التالي: Il y a trois pièces. يوجد ثلاث غرف أو أي رقم. السؤال التالي: À quel étage est ta chambre؟ يسأل هنا بأي طابق تكون أو بأي طابق غرفتك؟ الجواب: C'est au deuxième étage. في الطابق الثاني مثال أو أي طابق آخر. السؤال الأخير: Quel temps fait-il à Nice؟ يسأل هنا ما كيف يكون الطقس في نيس أو ما هو الطقس الآن في نيس؟ للجواب عن الطقس استخدم عبارات il fait وتعني مقصود فيها يكون الطقس، il fait beau الطقس جميل، il fait chaud حار، il fait froid كلها معلومات عن الطقس. السؤال الآخر faites la liste des goûts selon le modèle والمطلوب مني هنا كتابة قائمة كما هو موضح في المثال. عندما أقرأ j'aime l'équitation مطلوب مني هنا أعبر عن ما أحب. كلمة جو تعني الهوايات، جيم ليكيتاسيون أنا أحب الفروسية، وتكون الإجابة هنا بوضع معلومات كاملة بالهوايات. مثال جيم لو فواياج، جيم لو سبور، جيم لا بيش، جيم لا ميوزيك. إذا عددنا مجموعة من الهوايات على شكل قائمة ليست.
أما بالنسبة للسؤال الأخير، ليزي سيت باج داجندا دو فيزيت أ باري، والمطلوب مني هنا كتابة جمل صحيحة أصرف فيها الفعل بشكل صحيح وأستخدم المفعول به والأدوات بشكل صحيح. مثال: A 9h je prends le petit déjeuner. عندما أقول A 9h je prends le petit déjeuner، وضعت حرف الجر A في بداية الكلام، تصريف الفعل مع الضمير جو بشكل صحيح، استخدام أرتيكل أو أداة قبل المفعول به بشكل صحيح تتناسب مع نوع المفعول به. مثال آخر: A 10h je fais du sport. حرف الجر بشكل صحيح قبل التوقيت A 10h، استخدام الضمير جو بشكل صحيح وتصريف الفعل du sport، وضع الأداة قبل المفعول به بما يتناسب مع طبيعته ونوعه. وفي الختام نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.